عدنا إليكم مجددا أسعد المشاهدون، وكما أسلمنا معنا دناء محمد أحمد زايد في التنمية البشرية، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. فموضوعنا الآن اليوم نتحدث عن التسويف وكذلك المماطلة وأثرها على إنجازات المرحلة الدراسية. فقبل كل شيء حدثينا عن التسويف، دور نعرف ما هو التسويف. طيب، باعتباري في مجال التنمية البشرية بدرب في مجال الإنجاز الاستراتيجي، فبيعتبر عندنا التسويف هو من أكبر العوائق اللي بتعيق الإنسان في إنجاز مهامه، في إنجاز أهدافه. فبالتسويف إحنا بنديه يعني مساحة كبيرة لما بنجي بندرب بنتكلم عنه، لأنه بيدخل في حاجات كثيرة زي ما شفنا اليوم، بيدخل معانا في المرحلة الدراسية. ده بيندرج تحت نوع من أنواع التسويف، يعني أنواعه كثيرة. في تسويف أكاديمي. قبل ما نتكلم عن التسويف الأكاديمي خلونا نعرف التسويف شنو. التسويف إن الإنسان بيأجل عمل، بيكون عنده وقت وبيكون عنده قدرة كافية على إنه يسوي العمل ده، وما في داعي أو مبرر عشان إنه يأجل أو يقوم بمماطلة العمل. فده التسويف بمفهوم البسيط، مأخوذ طبعا من كلمة سوف، اللي هي إني سوف أسوي حاجة دي حسويها قدام وكذا. فمن ده المصطلح مأخوذة كلمة التسويف، دليل على إنك شنو بتودي الحاجة لقدام. ده المفهوم العام للتسويف. التسويف اليوم اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو حق الطلاب بيكون نوع من انواع التسويف، اللي هو التسويف الاكاديمي. وعنده 4 انواع. في تسويف في الحياه العامه، ناس بتسوي في عباداتها، في التزاماتها الاجتماعيه، ده التسويف في الحياه العامه. في ايضا تسويف في اتخاذ القرارات، ناس بتواجه صعوبه انها تتخذ قرار معين، ايضا ده نوع من انواع التسويف. التسويف اليوم التسويف الاكاديمي اللي بيحصل عند الطلاب، يعني هم بيكونوا كويسين في كل حاجه، لكن لما بيجوا للدراسة بيلقوا نفسهم بيماطلوا وين؟ بيماطلوا في واجباتهم المدرسية، فروض الدراسية. لما بيكون عندهم اختبار أو امتحان بيماطلوا في الاستعداد أو في المذاكرة لحد ما يجي وقت الاختبار، يكون اتكبست. أكيد دي من أهم يعني أضرار اللي بتحصل لهم. الناس لما بتسوي في أكاديميا أول شيء هم بيسووه بيأجلوا المذاكرة، بيأجلوا لحد ما يجي وقت الاختبار أو يجي وقت الامتحان. بيأجلوا حل واجباتهم زي ما قلنا. بيحصل كثير عند الطلاب، بيكون عنده أسباب كثيرة. أول سبب لهم بيخافوا إنهم يفشلوا، شخص بتجنب وإنهم بتجنبوا يبدو المذاكرة. ليش؟ لأنها حاجة غير ممتعة بالنسبة لهم، الدراسة تعتبر شيء غير ممتع. إحنا الحاجات الممتعة علينا بنجري لها جري، الحاجات الممتعة بنتجنبها. ففي أسباب كثيرة. أيضا انعدام المسؤولية، الشخص ما بيحس إنه مسؤول أكاديميا، يعني بيحس إنه قاعد يقرأ لناس البيت، ما بيحس. بعدين لما يكبر يكتشف إنه قاعد يقرأ لنفسه. فدي انعدام مسؤولية أيضا بتحصل عند الطلاب. بيكون في انعدام أولويات، إنسان ما قادر يرتب أولوية، ما عارف شنو أولويته في الحياة، عشان كده ما عارف الدراسة أهميتها وين. الطالب لما منه صغير يقوم ما عارف أهمية الدراسة، أكيد ما حيشيلها بقوة، يعني أكيد ما حيهتم بها كثير. ده بيخليه يسوف. إحنا بنعاني، يعني الناس كلها بتسوف أو بتعاني من التسويف، لكن بنسب متفاوتة. المدربة تعاني من التسويف؟ بنعاني كلنا، لكن بنسب متفاوتة. ما ننسوا إنه السوشيال ميديا اللي أخذت حيز كبير من زمن الشباب يمكن تكون من أهم الأسباب، صح؟ أيوة، في السوشيال ميديا. إحنا ليش لما بنسوف احنا بنقوم باعمال ثانيه، ما احنا بنقعد وننتظر ساكت. والشخص اللي بيسوف بيقوم باعمال ثانيه. الاعمال اللي هو قاعد يقوم بها شنو؟ بيقوم باي عمل يستهلك منه وقت، بيكون غير منتج، يعني ما بيلقى منه عائد، لكن بيرضي نفسه انه قاعد يسوي حاجه. لو انهم بيشوف السوشيال ميديا، طالب جامعي بيقوم عنده بحث، بدل ما يخش البحث ممكن يخش مواقع التواصل او يخش يشوف له مقاطع في اليوتيوب ما عنده اي علاقه، ويلقى صديقه ويجرهم الكلام في مواضيع. لكن لو سأله هو ماسك جواله عشان يبحث. لكن في النهايه هو ما بيكون بحث، يعني هو بيأدي عمل بيستهلك منه وقت وبيكون غير منتج عشان يرضي نفسه. ده ما تسويف يعني؟ لا، ده تسويف. ليش؟ لان شنو؟ هو البحث بالنسبه له حاجه غير ممتعه، فيحاول يفتش عن حاجه ممتعه ويأجل لاخر لحظه. الناس بتوصل لاخر لحظه بتعاني من مخاطر التسويف، وانت بتحصل على متعه لحظيه لما انت تسويف. بتقلل التوتر اللي عندك، بتقلل الضغط من ضغط الحاجه اللي ما حلوه لك دي، بتمشي بتلقى مشاعر حلوه كده ايجابيه لما انت بتسوي حاجه ثانيه مؤقته. ايوه مؤقته، لكن لما يقترب الوقت، الشخص اللي تلقى اجل مذاكره، اجل بحث، مثلا تاخر حتى وهو ماشي لمدرسته او ماشي لجامعته، حيعاني من ضغط، حيكون متوتر، حيكون قلق، حيحس انه خلاص الوقت ما حيكفي. يقول يا ريت. مع ان جميع علماء النفس
ما ربطوا بين التسويف بالوقت. وسوء فيدر منا. أيوة ما يعني ما عنده علاقة بالوقت. نادم يقول لك بيسوي فأنا ما عندي وقت أذاكر. لا ما ممكن. هو عبارة عن إدارة وقت. عنده انعدام أولويات، عنده انعدام مسؤولية، عنده سوء في إدارة وقته. ما يقول ما عنده وقت. لكن هما بيأجلوا يقول لك الشيء ده أنا ما سويته عشان ما كان عندي وقت. أنا ما قدرت ذاكرت. أنا باعتباري إني كنت درست قبل ذا في سنة من السنوات. التسويف الأكاديمي أنا لاحظته. أنت بتقولهم عندكم اختبار الأسبوع الجاي أو بعد 10 أيام. بجي بقيس نبضهم يوم الاختبار أو يوم، مع إنه ما مستحيل أجله، لكن يا تجهز تلقى طالب فصل من 60 طالب ما حتلقى واحد يرفع يده ويقول أنا جاهز. عجيب. مشكلة. مشكلة. بيواجهوا أكيد المدرسين، أنا متأكدة إنهم بتمر عليهم حاجات دي. وأيضا يعتبر المدرسين سبب أو عامل من أسباب التسويف الأكاديمي أيضا. المدرس ما بيكون جاد في المادة، ما بيكون جاد إن الطلاب يفهموا أو ما يفهموا، بيكون في رتابة أثناء إلقاء الدرس، بيحس الطلاب إنه الحصة أو المادة دي بتكون مملة بالنسبة لهم، ما بيكون في تجديد، خلاص بيساعدهم على إنهم يماطلوا. دلنا على الأطفال الصغار، السنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة، هؤلاء لا يعرفون قيمة التعليم، يعني يتجاهلون المذاكرة وما شابه ذلك. كيف نسمي هذا التسويف؟ الأطفال طبعا إحنا لما بنكون صغار بيكون عندنا عامل تحفيز. أكيد الوالدين بيحبوك تجيب درجة عالية، بنحفز أطفالنا صغار، بنديهم قروش زيادة، بنحفزهم، بنقول لهم كلام حلو. فدي أكتر مرحلة إحنا نقدر نعود الطالب على إنه التعليم بيكون حاجة ممتعة، نحولها إنه مثلا هو ما بيكون عنده أي التزام تاني. الطفل الصغير ده لا التزام بيت، لا عنده مشاكل، لا حاجة، ولا التزام عائلة ولا شيء، ما عنده إلا الدراسة. فأنا كأب أو أم أحاول أحول الدراسة دي لحاجة ممتعة للطفل ده. يعني يلا اليوم نعد للعشرة، أنا وهو ماشي معي الدكان، يحاول يعد اليوم عدى، مشى مثلا قرأ حاجة معينة أشجعه، قرأ حفظ آية جديدة أشجعه، قدر قرأ الكلمة دي كويس. حتى الناس لما يكونوا موجودين، ها فلان بدأ يقرأ، أدو أي كلمة يقدر يجمعها كويس. الطفل الصغير بيلقى تحفيز دايما، يعني ما بيعاني. الكتب التعليمية في بعض البلدان المتقدمة شوية بيكون في ألوان أو صور عشان تحفز الطالب إنه هو يكون مركز فوق الكتاب وما يمل منه. أيوة أكيد بيحول. طيب نحول يعني الكتب إلى حاجات ممتعة. زمان إحنا وقت قرينا الكتب كانت طبعاً. الناس اللي قروا في الخارج طبعا في الثمانينات في التسعينات بداية 2000 كتب كانت بلونين أسود وأبيض، ورقة بيضة وكتابة سوداء. لكن حاليا عرفوا إن شنو تقريبا الطفل لازم بنجذب للحاجات دي اللي هي الألوان، يخربش يكتب يسوي أي حاجة. فهم عرفوا إن لازم يحول التعليم إلى متعة عشان النادم ما يسوف. كيف نتخلص منه؟ كيف نتخلص كيف من الأشياء؟ طيب كتسويف أكاديمي بعيدا عن المرحلة الابتدائية لمرحلة الأطفال، كل مرحلة لها أسباب معينة وكل مرحلة بتعالجها بطرق معينة. الأطفال بنعالج التسويف عندهم بكوننا نحاول دائما نحفزهم. أنا ما شرط طفلي يكون الأول، لكن لازم يكون ضمن الناجحين. أوكي. ما في ناس يعني بتكون عندها معايير التفوق بتسبب نفور للطلاب. يعني ها هو نقصته درجة بنجلد له. في ناس بتوارث ضغط، بيضغطوا عليه يعني بيكرروا الدراسة. مع إنه التحصيل العلمي والدراسة يعني بتعتمد يعني بتختلف ويتفاوت فيها الطلاب. وما شرط يكون جايب درجات عالية كلها، لكن لازم يكون فاهم قاعد يتعلم شنو. أجي أراجع معايا، أخليه هو يمثل دور الأستاذ، يعني يرجع أوكي اليوم شفت الدرس الفلاني يلا أشرح علي أنا ما فاهمة. يعني كده بتحاول الأم أو الأب أثناء المذاكرة للطالب بيحببوه في التعليم. الأطفال الصغار ما بيحبوا أنهم يمثلوا، يتقمصوا الدور، يحسوا نفسهم مسؤولين. فإنت أدي الشيء ده عن طريق أنك تحول التعليم لحاجة متعة. الناس الأكبر شوية، المراهقين، طلاب الثانويات، دولة بتعالج عندهم التسويف. أولا سلوك المدرس دي حاجة لازم ننتبه لها، لأن المراهق بيحب يتصيد الأخطاء، فأسلوب المدرس لازم يكون تمام معايا، لأن دايما هي بتكون مرحلة عناد ومرحلة صعبة شوية. فالمدرس لازم هنا يكون شوية هادي مع الطلاب، حتى لما يدي المحاضرة ما تكون أو الحصة ما تكون مملة. بيكون صحيح لازم يطبق القوانين. والله دناء كلامك ممتع جدا 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 جدا. والله نشكرك جزيل الشكر. عندنا تحدث معك الوقت ماشي وعينا ما قاعد نهسه. فشكرا جزيلا مدرب دناء. الله يديكم العافية. إن شاء الله نستضيفك في. أتمنى أنك تكوني معنا في لقاء آخر. لا إن شاء الله تمام. الله يديكم العافية. شكرا.